تعليقك على السلبية دي؟ بص يا كابتن ايمن، طبعا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده موضوع مهم جدا، ولو فضلنا نتكلم من هنا يعني عايز لك 3 4 ايام عشان تتكلم فيه موضوع المدربين وموضوع تغيير المدربين اللي بيحصل في الدوري العام. اول حاجه انا عايز اتكلم فيها، انا مريت بالموضوع ده كلاعب، يعني مر علي مدربين كتير جدا جدا، وممكن احكي لك مواقف ما ينفعش تحكي. انا عارف كان بيلعب في سموحه فهو عنده خبرات كبيره جدا في المدربين، مش كوره عشان هو كوره عشان هو مدير فني للناشئين. لا مش بسموحه بس والله يا كابتن، والله مش بسموحه بس، في انديه كتير جدا خبرات مدربين مش كوره. ماشي، دايما اللعيب يقول لك انا عندي خبرات في الملعب وكده، يقول لك ده خبرات مدربين مكان، يعني لا 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 اكاديميه ولا حاجه. لا في انديه كتير جدا والله، انا لعبت في كذا نادي في نفس الموضوع ونفس الفكر. اول حاجه انا عايز اتكلم عليها يا كابتن ايمن هي حته لازم يبقى النادي اللي ما فيش فيه لجنه تخطيط يا كابتن علاء وما فيش فيه لجنه كوره، انا بالنسبه لي الموضوع بيبقى صعب. طبعا صعب، يعني لو جيت تبص النادي الاهلي في لجنه تخطيط، في لجنه كوره، الانديه اللي هي الكبيره فيها الكلام ده، هي دي الناس اللي بتختار المدرب، هي اللي بتختار اللعيبه، لازم يبقى في الناس دي هي المسؤوله عن المنظومه، لازم يكون الناس دي لعب الكوره، يعني لازم اهم حاجه في الموضوع ده كله الناس دي لازم تكون لعب الكوره وليها اسم كبير. طبعاً. تمام، ده اول حاجه. ده تاني حاجه، لازم يكون برضو المدرب اللي هيجي يا كابتن علاء لازم يبقى في كونتاكت بينه وبين اللعيبه اللي موجوده، ما انت ما ينفعش تروح تجيب لي مدرب اسمه صغير مع احترامي للمدربين كلهم ويبقى عندك نجوم كبيره في الفرقه، طبيعي انت لما تيجي تقول لي حاجه يا كابتن ايمن انا مش هتقبلها بالظبط، فالموضوع هيبقى صعب. فلازم يبقى في تفاهم بين اختيار المدرب وتشوف اللعيبه اللي عندك هي بتتعامل ازاي، وزي ما كابتن يوسف قال طريقه اللعب برده بتفرق في الموضوع ده. وفي مثال، يعني انا شايف ان وادي دجله بيطبق الفكره دي، ان هو الراجل تاكيز ده لما كان موجود يا كابتن علاء نتائجه كانت سلبيه جدا، ولكن برده الناس كانت مصممه ان هو يكون موجود، لان في يعني عنده ميزه. ايوه، يعني بس لفتره معينه وخلاص. لفتره يعني معينه بس، انا برضه كابتن بتتحسب. ايوه بس ده الوقت بس، ده المهم، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن. لو سيبنا اشتغل وبعدين تعالى حاسبني بالظبط حاسبني، هي الفكره ان انت خلاص انت طالب مني مثلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن علاء، انت جايب اول السنه في المفروض بيبقى متطلبات، انا لسه مدير فني صغير، فطبعا الكابتن يوسف هو وحضرتك طبعا اللي عارف الموضوع ده، ان انت بتيجي في متطلبات منك لما تقعد مع رئيس نادي بيقول لك انت المفروض تبقى من المركز كذا للمركز كذا، صح ولا لا؟ صح. تمام، انت بتيجي بتشتغل مفيش اي مشاكل خالص، بتتفاجئ بعد تاني ماتش او اول هزيمه او تاني هزيمه وتلاقي الدنيا اول هزيمه تلاقي الدنيا اتغيرت خالص، والموضوع الدنيا اتشقلبت خالص وما صحيح. تعرفش ايه السبب، يعني احنا في حاجات كتيره لو اتكلمنا فيها في الموضوع هيطول وفي ناس كتير هتيجي في الكلام وبتاع. المشكله ايمن، المشكله طبعا مع احترام الكامل لكل الانديه، تلاقي دايما بتغير مدربين كتير، نادي مش جماهيري اساسا، صح. يعني انت مش مضغوط. انت فاهمني؟ ما دي برضه خد بالك، يعني حاجه ما تبص كده مش رقيب يا كابتن علاء ومش مطالب بطوله. أيوة خالص، يعني هو عشان مش مضغوط. أيوة. هو ما عندوش رقيب. طيب. هو لو في اداره بتخاف من جمهورها او مش بتخاف من جمهورها بتعمل حساب لجمهورها، ثانيه واحده هتفكر 100 مره قبل ما تعمل ثانيه واحده عادي الوقت. انا لو انت ما هو لو انت كده ما عندكش اي ضغوطات ولا حاجه، انت مش هتشتغل بهدوء وتاخد وقتك، مفيش مشكله. ايوه هشتغل بهدوء بس برضه في نفس الوقت لما ما عنديش حد بيضغطني بالظبط في نفس الوقت بالظبط انا مش خايف من حاجه عادي. أيوة. اغير في اي وقت يا كابتن. هو عموما اللعيبه في مصر، هو الموضوع ده هيطول مساله بقى لها كذا سنه في الدوري المصري. لا بقى لها كتير، ولكن علشان احنا طبعا وقتنا ضيق والوقت يمكن خد فتره كبيره جدا مننا، واحنا بنعملوا قرار. بص يا ايمن من الاخر عشان نقفل الموضوع ده، قرار كل رئيس نادي ليه 2 مدربين في السنه. طب معلش يا كابتن، معلش يا كابتن ايمن، هسال سؤال. حياة ربنا مالهاش حل غير كده. هو اي مدرب فني، اي مدير فني جديد لما بيجي مش مفروض بيكتب شرط جزاء يا كابتن يوسف؟ مش فارقه شرط جزاء ولا هي بتبقى بالحب شهر ممكن ما فيش، يعني بتبقى كده حسب المزاج.